مساء الخير عليكم مشاهدين، واهلا وسهلا بحلقه جديده من برنامج جيل جديد. واليوم احنا متواجدين في مدينه الموصل بالتحديد، راح نحكي عن ركوب الدراجات الهوائيه واللي تعتبر من اكثر الرياضات متعه للكبار وايضا الصغار، ومن الممكن اعتمادها كوسيله نقل سهله الاستخدام ولا تكلفك سوى حرق السعرات الحراريه، فضلا عن فوائد عديده وكثيره ومساهمتها في الحفاظ على البيئة. اليوم مع بعض راح نتعرف على فريق السفاري لركوب الدراجات الهوائية من الموصل، خليكم متابعين. يا هلا وميت هلا بكم، اليوم حلقة جديدة من جيل جديد، وأكيد المواهب راح تكون منوعة ومختلفة كالعادة، وراح نتعرف على أول المواهب مع تميلة بعد هذا الفاصل. مرحبا حسن، واهلا وسهلا بك ببرنامج جيل جديد انت والشباب اكيد فريق سفاري. مرحب سيت، ونشكر قناه الشرقيه اللي استضافتكم لنا. شكرا لك. حسن اكيد احنا متحمسين نتعرف عليكم اكثر، فبالبدايه عرفني عن نفسك وعن الشباب اكيد والتيم مالتكم. ان شاء الله. اسمي الثلاثي حسن ماهر خيري، خريج تربيه رياضيه، مؤسس فريق تيم السفاري، وهنا الشباب الابطال. زين، كم شخص انتم تقريبا؟ احنا بما يقارب ال 30 شخص. والعدد بازدياد ان شاء الله، يعني مية مرور الوقت. ايش قد صار لهذا الفريق؟ ايش قد صار له؟ عمره سنه وشهرين. خلال هذه الفتره القصيره الحمد لله، يعني على مستوى العراق الكل يعرفنا، وهي نعمه وفضل من رب العالمين. حلو، هسه احكي لنا شويه على البدايات، شلون بديتوا؟ انت كنت وحدك؟ منو اول اللي كانوا متواجدين بالفريق؟ بالبدايه كنت صانع محتوى، يعني عادي اصور، فالمتابعين طلبوا مني انه غير المحتوى. شنو كان محتوى؟ كمان يخص الرياضه؟ يخص تسلق الجبال، اصور مناطق إيه رياضه، يعني شيء خاص بالطبيعه بس. بس قلت انه اضيف دراجه هوائيه واطلع بها محافظات، شفت فد محتوى كلش حلو، ومن البدايه العالم حبت هذا الشيء، كلش حبت، والناس اللي بالموصل الرياضيين الابطال فحبوا انه يشاركون وياي، ف كلش انا سعيد بوجودهم وياي. شلون تجمعتوا اول شيء؟ شلون تعرفتوا كنتوا يعني اصدقاء، او شلون صارت اللقاءات وانضموا للفريق؟ عن طريق مواقع التواصل، الانستغرام. تعرفت بالبدايه على ناصر، وبعدها علي، وبعدها على احمد وعزوز، الى ان صرنا يعني عائله واحده. بس اكيد اختيار الفريق، اختيار اللاعبين يتم عن طريق اختبارات، لان تدرين هو مسؤوليه، اهم شيء بموافقه الاهل، يكون لياقه عنده، ما يدخن جقاير. اي اهم شيء. احكي لنا هي شنو الشروط المطلوبه حتى شخص يكون من ضمن الفريق؟ اهم شيء يكون هو شخص سليم، ما يعاني من اي مرض، لا عنده فقر دم لا شيء، لان تعرفين هاي مسافه بعيده تجي عليه ضربه الشمس، ممكن برد مطر، فلازم يكون تمام هو، يعني وضعيه جسمه تمام، ويكون ويحب الرياضه، يكون عنده اراده. لان اذا اشوف لانه الدراجات مو عاديه، يعني صح. مو دراجات البايسكل. احنا صراحه حدثنا هاي اللعبه بما انها كانت هي خلينا نقول عاديه، بايسكل كلش عادي يمشي، بس احنا شنو ضفنا؟ ضفنا بايسكل السباق اللي يكون وزنه خفيف، حتى القاعده اللي تكون بها بايدارات يسموها اللوكات تكبس، بس هسه طبعا ما لابسه، حتى شنو يصير اسرع؟ سحب دفع يكون اسرع، فاحنا حدثنا اللعبه، سويناها مسافات تحمليه بوقت قصير جدا، يعني حلو، خلال يوم واحد ممكن نقطع 250 كيلومتر. زين حسن، كلش قد تطلعون وتتجمعون؟ يعني اكيد كل واحد منكم عنده دراسه او شغل معين، اكيد شلون تنسقون توفقون ما بين الشغل والدراسة والدراجات والتجمعات؟ اكيد طبعا، نص الفريق هم طلاب والنص الاخر هم يعني يشتغل، فالحمد لله انه احنا كلتنا عندنا شغل، ولان باللقاء السابق انتقدونا قالوا هم هذول اللي ما عندهم شغل عمل، فبدي اوضح من خلال هذا اللقاء انه احنا كلتنا يعني عندنا شغل، وعندنا جروب بالماسنجر نتراسل، مثلا ارسل رساله ها بنهايه الشهر تحضروا، عندنا عطله ناخذها، بالعطله نطلع سفره مثلا محافظه جديده، تحضروا خلال يومين مثلا نقطع مسافه كلش طويله. طبعا هذا الشيء يتطلب منكم مرات اكيد ممكن تخيمون بالطرقات مثلا، أكيد. لازم. في حال كانت المسافات يعني كلش بعيده، لازم خيمه والسليب باك وتجهيزات كامله. يعني اطول طريق قطعتوه ايش قد كان، او مسافه يعني؟ والله من ناحيه هاي الارقام احنا عندنا بيوم واحد قطعنا 243 كيلومتر، والرقم القوي مال السليمانيه ثلاث ايام 531 كيلومتر، ثلاث ايام واو، ذهاب واياب. وكنتوا كلكم موجودين؟ يعني كل الفريق كان موجود؟ البعض يجي والبعض ما يجي حسب خطايا اشغالهم، يعني الاوقات والاشغال كلهم ما شاء الله ابطال.
حلو ممتاز. زين خلينا نحكي على التجمعات وكلش قد تصير، يعني انتم تقريبا بالاسبوع بشكل يومي شهري شنو الفعاليات اللي تسووها انتم ترتبوها يعني؟ احنا طبعا ضمننا شخص اللي هو سيف سعد تحياتنا له، لاعب سابق وعنده خبره، فقام صار بمثابه مدرب لنا، فبالاسبوع لازم 4 مرات احنا نتمرن حالنا حال لعيب النادي والمنتخب. شنو التمرين يتضمن يعني؟ تمارين عامه او كلها بالدراجه؟ لا دراجه مثلا، خلينا نقول خلال ساعه ونص مثلا نقطع مسافه قويه مثلا بدون توقف، نطلع طريق خارجي ونرجع، حتى من نروح مسافه بعيده ما نتاذى، لان احنا صارت ويانا هوايه شغلات يعني انه كبدايه رحنا تاذينا. فاني انصح كل شخص يدخل بالرياضه يكون عنده لياقه وما يدخل. حلو. فاذا انا صوت مطبق فشويه بيا ضرب الشمس، هاي من الشمس صوتك يتاثر على مدخن او شيء، بس لا ضرب الشمس عندي يعني هالدرجه ممكن الشمس تاثر على امور كثيره يعني حتى كل صوتك تأثر. كل شيء تاثر اي والله. زين شلون شنو الامور اللي تعتمدها او النصائح تتبعها انت والشباب اليوم يتابعونه حتى تستجمع قواك وتكون اقوى وتكون عندك طاقه حتى تركب الدراجه الهوائيه؟ انصحهم اهم شيء يتجنبون السهر. السهر يدمر، ياذي يعني بشكل مو طبيعي. اذا سيطر على نفسه وقعد من الصبح راح يقعد طاقه فول، يعني يروح للشغل يرجع يرتاح وراح يطلع ياخذ الدراجه ويروح يتمرن، يحس يعني طعم الحياه فعلا يعني. عفي عليك. زين خلينا نحكي شويه على التجمعات اللي تصير، واكيد اكو مواقف تصير، تحديات، صعوبات، مو صح؟ اكيد. اي شنو المواقف البارزه اللي تصير وياكم ممكن تتكرر وياكم؟ والله هي على سيره الهورا انت ذكرت لي موقف، احكي لي شنو يصير وياكم؟ والله وراء الكواليس هواي يعني ما وثقناها، فاحنا اكثر من رحله صار عندنا خلينا نقول حادث. انا من المهمين صار عندي حادث بسبب منه، بسبب السيارات. يجي هو ما اعرف انه هو عندي مساله شخصيه وانا ما ندري، يدق هورن مو يدق هورن، احنا راح شيء يصير بينا، راح نخاف من الخبص فنسوي حادث. يعني اكثر شيء الدراجات وين تركبوها؟ بالطرقات العامه لو اكو اماكن محدده تركبون بها الدراجات؟ طبيعه مثل ما ذكرت يعني؟ والله احنا كل الطرق نمشي، كل الطرق يعني، فاكثر مكان انه احنا نجي نتمرن بهذا الشارع، شارع الاوبراوي، سد ما سد، هذا اكثر شيء احنا نجي نتمرن به. بس انا بدي اوصل رساله من خلال هذا اللقاء انه اهل السيارات على كيفكم ويانا، شوفوا احنا مرتبين وما نمشي بنص الشارع، يعني نتمنى انه يدرون بالهم علينا شوي أكثر. يعني ما يتعبوكم. اي والله لان دائما يعني مشاكل وياهم بالشارع. زين شلون تشوف اليوم اكو اقبال ناس؟ هسه انتم شباب صرتوا موجودين بالتيم، اكو شباب دا يقدمون دا يحبون ينضمون لكم، وانتم شلون تستقبلون كل الشباب لو اكو شروط معينه يعني؟ اكيد انا بدي اوضح في الشغله معينه انه حتى الاطفال لحد اللي شباب والكبار يراسلون يقولون احنا يعني اشترينا دراجه نريد ننضم وياك، واكو شغله كلش ايجابيه وتفرحني، شباب بقدي واكبر مني يقولون احنا دقائق تركناها من وراك هيك يقول لي من ورا الفيديوهات مالتك. عافية عليك والله حلو هذا الشيء، طبعا كل شيء يفرحنا تكون ملهم لاصدقائك يعني ولكل الشباب. رياضه جدا مميزه، وحلو قلت انه الشباب واضح انه حتى الاهالي داعمين. اريد اشوف مواقف او موقف الاهل اليوم شلون هم داعمين، او ممكن يقولوا لكم هاي ليش تروحون تسوون هيك رياضه، يعني شلون تفهمهم ووعيهم تجاه الدراجات الهوائيه؟ انا اهلي من البدايه كانوا موافقين على رحلتي يعني، موافقين كانوا موافقين يعرفون. اقول لهم رايح لصديقي وانا اروح لدهوك، بعدها يلا قاموا يشوفون فيديوهات مالتي انتشرت على تيك توك، فالاهل انصدموا. شنو كان سبب الرفض انه ممكن الوقت اللي تقضي انت وتركب الدراجه؟ خوفهم علي. خوفهم من الطريق الخارجيه، كل شيء يصير يعني هو الطريق الخارجي الى ظروفه طبعا. انت طبعا قلت لي بالبدايه انه شلون الاهل صاروا يشجعون هذا الموضوع، اكيد الموافقه من الاهل مهمه. اليوم شلون تشوف موقف الاهل تجاه هذا الموضوع، اقبالهم وعيهم بهاي الرياضه رياضه الدراجات الهوائيه؟ والله هو حلو تشجيعهم يعني، بس نفس الوقت انه احنا نخاف عليهم، لازم يكون عمره اكثر من 18 سنه، لان هاي مسؤوليه. انا يعني حتى للشباب سويت لهم ورقه تعهد، توقيع وصوره يعني، وحتى فيديو اثبات انه هو طالع بمسؤوليته، اكيد اخذ رقم الاهل اخابرهم يعني حتى واحد يطمن اكيد. وثانيا انه هي رياضه لها اراده، الشباب يعرفون من نصعد جبال وعندنا وزن ومسافه طويله، كلش تتطلب يعني قوه اراده صراحه لا تعليق. والفيديوهات تشهد على اليوتيوب يعني. طبعا اكيد الجو هسه حار، شلون يعني ترتبوها الرحلات اللي تطلعوها؟ صارنا تقريبا احنا اكثر من شهر متوقفين بسبب الحر، ممكن انه نرجع بنهايه التاسع انه يكون درجه الحراره شويه تكسر، لان الشمس تاذي يعني تكون سلبيه، بدل ما واحد يروح يتونس يعني اسم الله يصير له شيء يروح للمستشفى، يصير بيه ضرب الشمس مثل ما صارت بي انا يعني، فما انصح اي شخص هسه يطلع بهذا الجو نهائيا. زين حسن شنو مخططاتكم او طموحكم اليوم؟ انتم صرتوا فريق كامل صار لكم سنه، عندكم طموح اخرى
مستقبلا لو فتره وهوايه راح تتركوها وكل واحد يلتهي بحياته؟ لا 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 اكيد هذا الفريق ان شاء الله يستمر، وعندنا طموح انه بالدراجه نوصل ان شاء الله السعوديه، نوصل تركيا، نوصل دول يعني. وانا اعتبر هاي مصدر سعاده، هاي الدراجه مصدر سعاده وادمان نفس الوقت. اللي يبحث على مصدر السعاده يطلع بالبايسكل ويطلع يفتر، يشم هواء طيب العصر، ترفع هرمون الدوبامين طبعا، يعني كلش النفسيه تتغير. اليوم اللي ما اطلع بالبايسكل احس يومي مو تمام. اذا انت حابب تستمر وتبقى على هاي أكيد الهوايه؟ اكيد ابقى اكيد. وحابب تكون لكم نشاطات عربيه مو بس عراقيه؟ زين شنو بعض الامور اللي شاركتوا بها او ساهمتوا بها ممكن تحكي لي حسن؟ احنا اكثر شيء ممكن يعني نستمتع ونشعر بسعاده مو طبيعيه من نروح للجبل ونقرا لافته احذر، منطقه بها دببه فعلا يعني حدود العراقيه التركيه، والناس يحذرون ان لا تروحون، بس احنا لا نعيش المغامره عادي يعني تروحون ما تخافون؟ نعم يعني فد ليله من الليالي الساعه 3 بالليل فزينا تكرمين على صوت تواويه على ذيابه، وهاي الفيديوهات موثقه باليوتيوب طبعا. ويعني واجهتوا هيك مثلا مواقف خطره انه حيوان دب او لا؟ احنا بالخيم بس نسمع اصواتهم ما نقدر نطلع برا. الاصوات اوكي. ايه نسمع يعني اكيد. حلو. فانا اعتبر هاي ونسى يعني احنا بالنسبه لنا هاي سعاده. حلو. اذا دا اشوف التيم مكون بس من الشباب، يعني ماكو عنصر نسائي وياكم ها؟ هذا السؤال سوى لي مشكله باللقاء السابق. اي والله يعني هواي عالم انتقدوا هذا الشيء، يعني بصراحه نسيت المجتمع ما يساعد، يعني انا خاف احكي كلمه. يعني اكل يوم بنات ممكن حابين ينضمون لكم؟ يراسلوني اكيد، يراسلوني وانا صراحه انقهر عليهم، لان هي بشر حاله من حالنا مثل ما احنا نتمرن رياضه، هم من لهم حق بالمجتمع انه يعملون انه يتمرنون، بس المجتمع يعني للاسف رافض هاي الفكره، وانا همينه بعد قلت ما اقترب هالموضوع، اخاف من انتقالات مال العالم. اذا مقتصر الموضوع عليكم بس كشباب؟ بس كشباب اي والله بس كشباب. ممكن مستقبلا يكون اكو تغيير؟ ممكن انه داخل المدينه نطلع ماراثونات، شلون فريق بغداد؟ بغداد تحياتنا لهم، هذا الفريق الجميل. بالضبط. ممكن نوصل مثلهم مستقبلا، بس يعني خارج مثلا محافظه تخييم جبال لا. هاي بس شباب نطلع. حلو. حسن انا كلش استمتعت وياك وبالتعرف عليكم كفريق سفاري، وحابه اكثر اعيش التجربه وياكم. انا اعرف يعني عندي سابقا تجربه مع الدراجات الهوائيه، بس مو هالدراجه اللي هي السريعه والخاصه للسباق، فحابه شوي تحكي لي عنها، شوي نحكي يا شباب نشوف شلون، وممكن وياكم اخذ الجوله. مرحبا سيف. سيف هسه حابين شوي نحكي على الدراجه الهوائيه، هي الخاصه بالسباقات خلينا نقول، شنو اللي يميزها عن الدراجه العاديه؟ شنو الشغلات لازم اعرفها قبل ما اني احاول اركبها يعني؟ الدراجه تكون هي تقريبا مال سباقات، تكون تقريبا بها قياس 28 سي 700 اللي هو هذا القياس اللي دولي ستاندر. عند اشوف شيء المميز هو التاير كلش رفيع. هو اكيد التاير يكون رفيع، اصبعه الويل مالته يكون عدد جدول اقل، الوزن يكون به خفيه، والستيرن ماله يكون نصف دائره، مو دائره كامله، نصف دائره. ودا اشوف حتى المقعد شكله مختلف واعلى، كلش اعلى من الستيرن. صح هو قياس هذا تقريبا 28، اللي اعلى منه قياس واحد هو 29 دوليا. يعني هذا اي شخص ممكن يستعمله او اي شخص صعب شويه؟ بس هو به قياسات بنفس الوقت. يعني هذا قياس يعني مناسب كطول يعني او كحجم وزن، يعني شنو الشروط المطلوبه هذا الحجم مثلا؟ هو كوزن اقصى وزن يتحمل 100 كيلو، ازيد من 100 كيلو ما يتحمل، لان يعني اكيد اللي راح يستخدمه اكيد رياضي يفكر يروح مسافات بعيده. هسه انا اذا اريد اركب دراجه يا وحده تناسبني؟ والله اكو قياسات ناصيه. ناصيه يعني قصدك اني قصيره؟ إيه؟ لا مو هو قياسات انصى يعني. انصى تكون إيه؟ الي، تمام هسه عاد راح اشوف. عرفت شلون التيشيرت البنطلون قياسات؟ هذا نفس حال القياسات، اذا ياخذ واحد قياس يستخدم اكثر من قياس راح يصوب ويشنج. زين سيف طبعا هي دراجه شوي مختلفه، تصير مرات اثناء الركوب مشاكل واجهتكم بسفراتكم برحلاتكم، وشنو صارت مواقف يعني شلون تتعاملوا وياها؟ والله صارت عندنا مواقف كثار يعني خطره مثلا لحد خطرة تكون مره من المرات صاحبنا صار عنده حادث، ومره من المرات احنا طالعين بالطرق الخارجيه نعاني من التريلات دائما يقدمون علينا يقولون هورنات ازعاج. وبعد مرات نروح مسافات رحلات مكانات بعيده يقل عندنا المي،
يعني هاي التنقل الترحال اكثر شيء صعوبه بيها الاكل والماي، لازم انت معداتك وياك من اكل ماي قطعيات. وين تحملوها؟ لازم على ظهركم او تحطوها بالدراجه؟ طيب على الدراجه. ها على الدراجه الشده موجوده، بس بالمدينه ما نرجع نحلها. هاي السيبايا نخلي عليها تقريبا بال 30 كيلو، طباخ سفري والشوابة التاير سبير الاكل كله معلبات. هاي المعدات لازم معدات تكون ما ثقيله عليكم اثناء ال هي ثقيله اكيد، بس احنا ناخذ بس الشغلات المهمه الضروريه. مهمه اي، ويبقى التوازن موجود رغم يبقى هاي التوازن موجود، وبعدين تعتمد على مستوى اللاعب ولياقه اللاعب. اذا يقدر يتحمل هذا الثقل راح يكمل، ما يقدر يتعب. زين شلون تكملون مع بعض؟ ما تصير حالات انه شلون يعني تبقون مع بعض ما تضيعون بعض، تصير حالات ان شخص يروح غير مسار؟ هي اهم فقره من ناحيه المسار انه كلنا متفاهمين وتنظيم بالمشي، تنظيم واحد ورا الثاني ومسافه بين واحد والسرعة. واحد مترين ممكن مو كل طريق يكون امن. تمام. فاحنا اليوم اختارينا مكان حتى نجربيه انا وياكم. حجرب. شكرا لكم على هاي المعلومات، استمتعت وهسه حابه اجرب الدراجه وياكم. يلا مسيطر عليها؟ اي هاي مسيطرة الحمد لله. لا وهي ملابس صراحة هذا السير انا بدلته، كان عندي نفس هذا. صدق؟ اي بالضبط بدلته لان المسافة الطويلة هذا احسن، هذا اتحكم فيه اقدر حتى هذا اي مريح صح تغير. اي بالضبط أي هذا أي المسافة البعيدة لازم ضروري لازم اي وحتى تغير. ان شاء الله راح اشد لي مراية طبعا حتى اشوف السيارات اللي ورايا. اكو هيك يسوقوها يعني تكون ايدهم كلش قريبة عافية، اقدر اتحكم فيها يعني اقدر اغيرها حتى حسب ما اي مريح. بالضبط لحقوا بينا ايزن اشوفهم وينهم. لا عندك الدراجه راهمه صدق؟ على التيشيرت هو نفس اللون بالضبط مستحيل يعني خوش نسير كلش خوش نسير. إذا وصلت أنا وياكم هسه إلى فقرتي، ومثل العادة دائما أنه نحاول بجيل جديد أنه ناخذ ويانا المواهب اللي تهتم بسالفة الرسم، لأنه هالأيام يمكن نشوف أنه أكو إقبال متزايد على هذا الفن، وهذا الفن بأبعاد كثيرة وبألوان مميزة وبأفكار عديدة، مو كل واحد ممكن أنه يحجمها بزاوية معينة أو يخليها محصورة بمكان معين. فلذلك إحنا دائما من بنشوف أنه عندها الموهبة الحلوة نجي نقول لا تعال لو سمحت إحنا دريدك ويانا بهاي الحلقة، حتى إذا هو شارك وسعى أنه يدز ويانا بالتطبيق التليجرام فأكيد إحنا رح نكون سعيدين إذا شفنا أنه موهبته فعلا تستحق أنه تظهر على النور من خلال الجيل الجديد. وهاليوم وياي بنت بصف الرابع الإعدادي عندها موهبة الرسم، ما نعرف ايش وقت بلشت، بس من نجي نشوف استخدامها للألوان وطريقة رسمها نشوف انه هي لها كأنه باع طويل بهذا المجال، شلون تدمج بين الألوان وشلون انه تختار الفكرة اللي تريد تسويها. واحنا راح نشوف هواية اليوم رسومات هي من امضاء درة فراس. مساء الخير. مساء النور. شلون صحتك؟ الحمد لله. احوالك؟ ماشي الحال؟ انت اليوم كانه متشنجه واقفين احنا بالاصطفاف، فهسه فكي فكي فكي. دائما اعرف انه الفنان او الفنانه يكون عندهم روح رياضيه حلوه، وبنفس الوقت هم ستريتش ياخذون وينطون على طول. صح. صح ولا لا؟ صح. زين. سولفي لي، انت صف رابع، صح؟ رحتي هسه من الثالث للرابع. من ايش وقت وانت بلشتي ترسمين وتطلعين هالالوان الحلوه وهالشغل الحلو؟ انا بلشت ارسم من عمري 5 سنين. زين. طورت هاي الموهبه بفتره كورونا طبعا، لانه كنا حجر وقاعدين بالبيت، فحبيت انه شفت الي اقبال يعني كبير بالرسم. حلو. احبه واحب ابدع به. شغف. صح. حلو. فبلشت يعني بلشت من عمر يعني بالكورونا، حوالي تقريبا صار لي 4 سنين.
ولا زال ليومنا هذا واحنا صرنا بال 2023 وصرنا مقبلين على 2024 بكل مره ناخذ من ضيوفنا، يعني يمكن من اول ما بلشنا جيل جديد الى غايه هذا اليوم، واحنا بكل حلقه دا يكون ويانا شخص ان كان شاب او فتاه طلعت موهبتهم فعلا بوقت كورونا. الحجر الصحي هذا ارجع واقول طلع مواهب دفينه عند الناس اللي ما كان يتخيل انه عنده موهبه، لا طلعت موهبته حلوه وصار الى اليوم شان وهو موجود. ودرى اليوم انت همينه تقولين اني همينه من جماعه الكارانتينا الحجر الصحي اللي قعدنا صحيح. بعالم ظلت تتفرج يوتيوب وكذا، وانت رحتي الى الرسومات على هذه الرسومات اللي انا قاعده اشوفها، هذه صارت ايش قد منفتيها وايش قد تاخذ وياك وقت، وانت مو بس ترسمين على اللوحات صح، شنو بعد على شنو ترسمين؟ ارسم على الزجاج، على الخشب، على القماش، يعني حوالي على كل شيء انه ارسم. شنو ما يجي قبالك وجيتي ويلا؟ صحيح. سؤال بس بيني وبينك، يعني هو ما حد بيسمعه او بنشوفه بس اللي قدامنا على الشاشه، هو انت احنا نقولها بالعراقي قبل يعني مو هسه، لو وصلتي وسمعتي صياح انه هاي سويتي ايش خربتي ايش دمرتي، وصلتي الى هاي المرحله؟ اي انا على غراضي، يعني ما اعبر خارج هذا النطاق، بس ارسم على غراضي. زين، وغراضك مقبول ترسمين بها، ما في اي مشكله، خربتيها يلا عادي. بس هذا العادي خلاش تطلعين اليوم فنانه. صحيح. عندك حب انه انت باكر يكون لك معرض كبير وتقدمين به لوحات؟ ايه. تحلمين يعني بهذا اليوم؟ اطمح لهذا الشيء. زين، يساعدوش بالبيت؟ طبعا. والله؟ والله. منو اكثر الداعمين لك؟ اهلي. اهلك؟ بالتحديد خلينا نحدد. بالتحديد ماما وبابا. ماما وبابا. زين، واخوانك؟ اخواني هم لهم فضل كبير. والله؟ أي. يعني مو انه كافي عادي ايش ذبحتينا كل يوم؟ لا بالعكس. هم حلو. يشجعوني يعني. والله يعفي عليهم. ايش قد تاخذ منك ساعات اللوحات بالرسم؟ هو على حسب، اكو لوحات مثلا اسبوع، اكو شهر، اكو شهرين. واكو اكثر يعني. اوكي. شهر؟ أي. اسبوع؟ شهرين؟ ومرات اكو ايام. اكو ايام صح. زين، بفتره الامتحانات ما تفكرين انه تروحين ترسمين ولا تاخذين بريك تقولين انه لا انا بما انه انا هالسنه وزاري فابتعدت عن الرسم تماما كليا؟ يعني هاي السنه ما حاولتي تسوين شيء ولا انجزتي شيء بسيط؟ سويت. بس بفتره الامتحانات او المراجعه لا ابتعدت عنها. وين احلى عندك تحسين انه من ترسمين على الورق ولا الزجاج ولا القماش ولا الخشب؟ على الكنفاس اللي هو هذا. أي. صح. أي. هذا تحبين به الرسم اكثر. شلون تجيك الافكار؟ اكو مثلا يعني على حسب، اكو مثلا فكره هيك شيء اجتني ونفذتها، واكو اشياء اشوفها مثلا اكو هيك فكره اكو هذا واحور يعني عادي اي شيء يجي. تشوفين اشياء مثلا مقابلك انت وماشيه بالطريق شفتي في شغله لفتت نظرك قلتي لا انا هاي عجبني راح اسويها فتله؟ اي بس ما اطبقها كل يعني حرفيا. اي صحيح. بس تاخذين الملامح بالضبط، ملامح او مثلا اشوف الوان عجبتني واجي اركبها على غير فتشي على غير لوحه او على غير فتشي. لو نطاج الوالد 25,000. نعم. وهال 25,000 المفروض انت دا تريدين تشترين بها شيء او تجمعين، ايش قد يروح منها للرسم وايش قد يروح منها لك انت شخصيا؟ 24,000 للرسم والالف الي. والالف الك. وبعدين ما تقولين شنو بيها صار عندي هواي؟ لا كم مرة جبتي اشياء مكررة وقلتي اقول لو ما جايبتها احسن طلع عندي؟ هواية كلش هواية. تصير هوسة عليك اخر شيء ما تقومين تتذكرين. ايه. صح؟ صح. زين، صديقاتك يساعدوك؟ صديقاتي اي يعني عندي صديقاتي يدعمون. زين، عيد ميلاد وحدة فكرتي بيوم من الايام انه تقدمي لها لوحة انت راسمتيها؟ يعني ما مسويتها قبل. ما مسويتها؟ بس اهدي هدايا. تهديها هدايا؟ ايه. منو تهدين؟ المن مثلا؟ على حسب، اقارب اصدقاء يعني هم يقولوا لك مثلا الله حلوه هاي درطينا يا هاللوحه. ايه. هيك تصير. اي ومرات اهداء يعني انا اهديهم. الصراحه شعورك من تعطيها الهديه قلبك شلون دا يسوي من تقول شويه فرق. يعني بما بيها هذا يعني مرات اشوف شيء انا تعبه فيه بعدين اقول لا يعني ارجع اسوي ارجع اقدر اكرره. هاي اخر لحظات. ايه. بعد ما توصل اي اخذيها لا تاخذيها اخذيها لا تاخذيها بعدين بالعافيه اخذيها يلا بالعافيه لانه احترق قلبي بس اخذيها وطلع عادي. صح. هيك تصير. زين هاليوم انت شنو راح تعلميني؟ على الزجاج. احنا راح ناخذ اليوم واحد من هذول الصحون ونكمل. ماشي. انت كنت اذا تشتغلين بهن اذا تشتغلين بواحد من هذول. ايه. فاحنا اليوم راح نحاول انه نسوي شيء ما راح نتلغمط وكذا وهاي السوالف لا ابدا.
زين اريد بعد شويه بس انت تسولفي لي هسه عنك. انت رايحه هسه رابع اعدادي، باي ماده متفوقه اكثر؟ اني يعني على حسب، احب الفيزياء اكثر شيء. اه والله تحبين الفيزياء، حلو. شنو طموحك؟ شو تريدين تصيرين بالمستقبل؟ ان شاء الله صيدلانية. حلو، حبيت حتى تأمنينهم الدواء بسرعة بعد ما اكو جيبي لي ونسيت وكذا. واسرع شيء ان شاء الله. ان شاء الله. فاذا راح اروح انا وياك هسه الى فاصل صغير ونرجع حتى نبلش انا وياك بالرسم على الزجاج. تمام صايرين؟ يلا فاصل صغير وراجعين احنا وياكم. احنا عندنا هذا الصحن وراح نرجع نلون به، تمام؟ شلون راح نسوي الالوان؟ انت عندك لونين. اي بس هاي انت هنا اثنيناتهم تجي نسوي ادمج اكثر من لون. يلا خلينا نشوف اللونين اللي راح ندمجهم. اوكي حتى نرسم فوقه. اخذنا هاي لونين ازرق ويا الاخضر راح ينطينا مثل التركواز، راح يطلع هو صحيح لون التركوازي. زين هسه شلون؟ قولي لي. نرسم فوق هذا. فوق هذا قبل؟ ايه. زين راح اخذ اني من هنا خط. ما اعرف اذا انا قاعد اسوي صح ولا غلط، لا تصيرين عصبية لانه دا دمرتش الدنيا. ما يخالف. هيك صح؟ صحيح. ارجع ازيدها نفس الشيء. بس انت يصير هيك تسوي؟ اي صح اي يصير هيك. اي هيك خلصنا يصير اسرع. هذا من هنا شويه راح اخذ بيه حتى شنو نعدل. هيك عدلنا ولا خربنا؟ لا 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 والله زين طلع صح. أي. ارجع اسوي له دور ثاني حتى يتوخى اللون اكثر. ماشي بس هنا أنا رح ناخذ لو هو ما ياخذ اللون. لا لا ياخذ ياخذ طبيعي صح؟ اي وبسرعة ينشف. الزجاج ينشف اسرع. الزجاج من القماش؟ والقماش هم يعني بس يبقى فترة لان القماش لازم يتطوخ عليه. حتى الكنفاس لازم يتطوخ يعني اكثر من طبقة. اوكي بس الزجاج ينشف. هذه اقدر دايركت اجي اخذ منها اللون الثاني اللي هو هذا يعني قبل احطه وابدي اسويه لو لازم؟ لانه هي الوان يعني مدموجة سوا فعادي يصير. عادي هسه اذا اشيل هذا بحته واجي اسوي هنا. اي يصير. يصير؟ يصير. عادي اجرب ممكن؟ جرب. طيب راح اجرب بقعة صغيرة حتى شنو؟ أني كله ولا دعوة الفنان لأنه أحس قبل راح يصيبني بيها. هذه وين راح آخذ ديش مكان اللي هو راح أسوي شيء هنا مثلث ثاني هنا. ماشي هذا مثلثي حتى بعدين تتذكرين أنه أني سويت هذا المثلث بس مو تروحين تغيري بعدين تروح البصمة. لا لا يبقى ذكرى. والله شوفوا ما اريد اتعدى هواي عن الابيض بس حتى يكون الخط نوعا ما زين. والله صدق طلع. شوفوا هذا تركواز وهذا ازرق يطلع مني. اي ضيفتنا كانت ويانا نور الحمداني بيوم من الايام قالت لي لا انت عندك هذا شنو يقولوا هالموهبه يعني ممكن انه يصير. صحيح. زين هسه انت شوفيني انا راح اكمش لك شنو هاي اسمها لوح الالوان باليت. هذا تسموه باليت. اوكي تمام. واللي بايدك بانسول اللي هي الريشه هذه. زين خلينا نشوف انت شلون راح ترسمين. انا مبتدئ كنت بالرسم. شوفوا لي هسه دره راح نحط فوق هذا. فوق هذا؟ ايه راح. انت ما قلتي لي سوي هيك. شوف يعني الا سر المهنه ما تطول احد. كلنا بعد وطريقته الخاصه. هذا جواب دبلوماسي حتى شنو تسكتني لي. تمام اوكي
كل من وطريقته الخاصة. أنا مبتدئ ودا أتعلم من عندك هسه، دا أشوف الطريقة مالتك. والله حتى أحسن من عندي، شوف شلون سويته. لا بس هم تكنيكك حلو والله، عجبني صح. عجبني تقول صح، شكرا على الشهادة، اعتز بيها. هذا هو المثلث مالتج. اي هذا مثلث الجيل الجديد، صار مثلثين، واحد يقابل الثاني، انا الازرق وانت الاخضر. عاشت ايديك. شنو مخططاتك للفتره الجايه؟ ان شاء الله على الفتره الجايه مستقبلا ناويه ارسم بالرمل، بالرمل بالرمل. بما اني جربت ارسم على الملح. اوكي، انت راسمه على الملح. شباب اريدكم تصوروها اللوحه اللي راسمه بيها على الملح، هي عندنا موجوده هنا على فوق. بس هاي شنو، انت تجيبين ملح الاكل العادي اي او ملح اكل او ملح خشن بحري؟ ملح بحري. اوكي، او ويا الالوان الاكريليك، وطبعا لازم مي حتى شويه حتى يكمش. زين يخف. طبعا لازم نأسس اللوحه وبعدين ابلش فيه. انا بلشت اولا يعني لونت بالالوان الاكريليك ورمل وبحر سويته بالاكريليك العادي، بعدين ضفت اللي هو الملح بس ويا الالوان حتى. حلو، عشتيديتش. انت همينة تشتغلين الرسم على الملابس؟ صحيح. صح، عندك اشياء اقدر اشوفها من اللي انت اشتغلتيها؟ طبعا. زين ممكن انه نشوفها موجوده هنا. شكرا جزيلا حبيبي. هذه هي، هذا رسمتك انت مسويه الاهرامات. انا شفت اكو شيء ثاني هنا همينة، هذه من الاهرامات، انت مسويه شيء من التراث او المصري، التاريخ المصري هنا. كليوباترا هذه صح؟ حلو مسويتها. وهذه عندنا الجاكيت، هاي الالوان مالتها ما تروح حتى بالغسل؟ لا لا ابد ما تروح، يعني جربت قماش خاصه. اي والله وظلت مثل ما هي. بس شوف ايش قد حلو نطتها هيك، فد لمسه حلوه وغيرت من شكل الستره الجينز التقليديه. عاشت ايديك على هالشغل الحلو، عاشت ايديك. خليني ارجعها للشباب وارجع انا وياك همينه واكمل يا دره. انا راح اتركك هسه بختام فقرتنا انه تكونين انت مع المصور حتى يشوفك وانت قاعده تشتغلين بورشتك. راح اتركك انت على راحتك تشتغلين. تمام، سعيد جدا انه اليوم تعرفت عليك، واتمنى لك دائما كل التوفيق والنجاح. واول ما تسوين معرض تخبريني تقولي لي انه تعال هسه شوف المعرض مالتي شو راح يكون ان شاء الله. اكيد اكيد. بروميس بروميس. اوكي ثانك يو. فاذا مشاهدينا احنا مكملين وياكم، مش وقت مكملين وياكم، بس هسه راح نروح همينة ويا دره حتى نشوف شغلها وهي قاعده ترسم، واحنا نكمل وياكم بعد الفاصل. إذن مشاهدين كن وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج جيل جديد من مدينة الوصل. إن شاء الله تكون استمتعتوا ويانا مثل ما إحنا استمتعنا أكيد. ولا تنسوا أصحاب المواهب المميزة والمشاريع والرياضات والهوايات أن تراسلونا على أرقام التليجرام الظاهرة أسفل شاشتنا. نشوفكم الأسبوع القادم في نفس الوقت. باي باي. لا تعتقد أن موهبتك راح تكون بسيطة أو قليلة، بالعكس موهبتك لازم تشوف النور، وهالشي يصير إذا أرسلت لنا مشهد فيديو لهذه الموهبة عبر رقمنا بتطبيق التليجرام، ورح نتواصل وياك وين ما تكون. ملتقانا الأسبوع الجاي ترى بنفس الموعد إن شاء الله. نشوفكم على خير وإلى اللقاء.